ترى أبني آخر زمان نتلاقينا حقنا علينا ترى هودين ياخذ منا ويعطينا كتينك ودك ملعزها زادت في جهد ملايين وضاح لاقى أبو من قار يا ساتر استر نجينا ودار الزمان علينا وجار يبيع ويشتري فينا صاعد ونازل كل من شار ما ندري وين بيودينا راح تروحين وتعيفين والله ما ادري شلون راح نعيش من دونك بعد قلبي بعد روحي يا يما هو انا وين رايحه بيت اختي غاده هني هناك نفس الشيء اذا هني وهناك نفس الشيء ظلي هنا والله حرام حتى علاوي ضاج اول ما سمع انك راح تروحين علاوي لا انت تحبين ايه ريلك علاوي لا 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 تنطنطين وتقولي لي لا لا ريلك ما يحبني اصلا يبي يطق اصبع يوم يعرف اترك البيت واروح عند غادة انا دا اقول لك اسمعيني ما ابيش تثقين فيه وتخليه على خل شعره كل الريايل ما لهم امان والله حرام عليك علاوي فديته غير عن كل الرجاجيل تعرفين ليش ليش لان اليوم عيد ميلادك وراح يجيب لك كيكه عيد ميلادي بعد قلبي اي بس ما ابي ولا ابي كيكه بعد كيكتي يلا جيب الجنط بسرعه بعد اي بعد غير ذني فوق بسرعه يما يلا يما روحي انت بعد روحي هاي روحي بس اللي تقوليها ما تقولي لي هي حاضرين يما اي يما هذا قلبي هلا والله يما ها فديتك فديتك انا يما يلا بسرعه هات حاضر يما ها هلا يما هلا منو جاي الحين السلام عليكم هلا هلا ابو منقار جابك والله الواجب اللي جابني الواجب يا اهلا وسهلا حقي حقش طبعا مية هلا تفضل تفضل بيت بيتك شكرا يا هلا الحقيقة يا مدام سمر أنا جيت بدون موعد وأنا بالمناسبة جايب لك الهدية البسيطة في مناسبة عيد ميلادك العشرين حقي؟ اي نعم ايش هالمجامل هاي العشرين؟ لا أنا شوي أكبر أكبر من العشرين والله عاد المسألة لو رادة لي أنا أشوفك مصاصة بحلقك